بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يمكن نكون إحنا في التول تيب يعني نعرف قيمتها لما نيجي نعمل هوفر على العناصر، فبتظهر معايا لو أنا بعدت عن الهوفر راح يوقفني من إن أنا خلاص تعديت الإيفنت بتاع الهوفر ده. طب إيه اللي يحصل لو أنت غمدت قلبك شوية ورحت ضاغط على التول تيب؟ لو جمدت قلبك ورحت ضاغط على التول تيب هيخلي لك التول تيب الهنت بتاعك ظاهر. اهو انا بعيد عنه والله، بس التول تيب لسه موجود. اهو كليك هتلاقيه ظاهر، حتى لو انت بعيد بتلاقيه موجود ما لم انت تعمل هوفر على عنصر تاني طبعا يعني، بس ساعتها ده اللي يوقف عمل التاني، لان ده تاخد طبعا كلاس برويرتي اعلى شويه. ايه الشاهد معايا؟ لو انت كليكيت على عنصر واخد الكلاس اللي اسمه تول تيب او هاستب، اسف، بيفضل موجود معاك. لو انت عايز توقف الابيليتي ديت يا جماعه، ده اللي احنا راح نتكلمه عنه في السيشن بتاع حلقه اليوم. فعشان كده هنحاول نطبق على عنصر معين، تمام؟ العنصر ده اللي هو العنصر الثالث هنكتب فيه الخاصية data hyphen click hyphen open، وهنغير القيمة true علشان تكون القيمة false. واحنا عارفين ان الافتراضي كده، ان الافتراضي في الفري في الكليك مكتوبة صح؟ مش عارف، انا حاسس انها مكتوبه غلط. الافتراضي في القيم دي ان انت لما بتكليك عليها بتفضل ظاهره معاك، لكن هو ده لما بتكليك عليه بيفضل ظاهر. بعدت عنه ولا خلاص وقت مشيت، حتى لو انت وقفت اهو يعني، ده انت غيرت في الافتراضي بتاعه. انت كانت هي القيمه كانت ترو، غيرتها لفولس يعني، في فولس لما تكليك عليه وبعدت خلاص ماشي، لكن ده اللي قاعد بقيم ترو. لو كليكيت عليه وبعدت راح مش هيحصل فيه اي حاجه. ده برضه كومبوننت جميل، برضه الامر يرجع لك في البدايه وفي النهايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.